ينضم إلينا من الخرطوم مراسل الغد محيي الدين جبريل. يعني محيي، لو تطلعنا إذن على آخر تطورات المشهد، كيف يبدو الوضع الميداني بشكل عام وفي محيط القيادة العامة بشكل خاص؟ سهى، الآن يعني محيط القيادة العامة منذ صباح أمس يعني هو خالي تماما، يعني محاط بترسانة عسكرية، قوات أمنية كثيرة جدا تغلق جميع الطرقات المؤدية إلى ميدان القيادة العامة. كذلك هو الحال في كل الشوارع في منطقة وسط الخرطوم التي تضم مؤسسات حيوية من بينها القيادة العامة وامتدادا إلى القصر الرئاسي ومؤسسات أخرى، وزارات أخرى. كل هذه الشوارع الآن توجد فيها إجراءات أمنية مشددة في كل الطرقات، يتم التحقيق في الهويات، لكن الحركة في هذا الموقع بالتحديد هي سالكة نسبيا. تم فتح عدد من الطرقات منذ مساء أمس، ولكن لا زال بعضها مغلقا بواسطة هذه الإجراءات الأمنية. الميدانيا أيضا في أم درمان والخرطوم بحري، وهي الأحياء الأكثر شعبية في العاصمة السودانية، هنالك إغلاق كبير جدا جدا للطرق، وكذلك جنوبي الخرطوم بصورة عامة إغلاق الطرق بواسطة الثوار هو خلق حالة الآن يمكن أن نقول هنالك تعثر في الحركة، ويعني شبه شلل تام في عدد كبير جدا من أنحاء العاصمة السودانية. الوضع ربما تغير نسبيا منذ منتصف ليلة أمس، حيث يعني تمكنت قوات أمنية من فتح عدد من الطرق، ولكن هذه الإجراءات لم تطال شوارع أخرى، خاصة تلك التي تعبر مجمعات أو أحياء سكنية في الخرطوم. رغم الهدوء المشوب بالحذر في الخرطوم، لكنه منذ نهار أمس وحتى قبل قليل لم يتوقف سماع إطلاق الرصاص بين الفينة والأخرى. نستمع إلى زخات الرصاص تطلق في عدد من الشوارع، ولكن بحسب تحرياتنا وما أتيح لنا من حركة بسيطة على رغم الإجراءات الأمنية، أن إطلاق النار ربما يأتي للتحذير أو لتنبيه مارة أو ما إلى ذلك، ولكنه ليس إطلاق نار في مواجهة أشخاص. هذه العمليات توقفت منذ العاشرة من صباح أمس.